بتخافي اصلا من الوحده جدا ولا بتحبيها؟ لا لا بخاف منها. انت عارفه ان انا ممكن لو قعدت مثلا اكلت لوحدي اعيط يعني، وممكن يبقى عادي مثلا اهلي في مشوار مش عارف ايه، بس في لحظتها وانا باكل كده بتخيل ان انا ممكن يعدي بيا الزمن وابقى قاعده باكل لوحدي كده فاقعد اعيط. ما لا معقوله؟ والله العظيم وحياه ربنا بترعب. يعني الشخصيه المرحه اللي عماله بتهزر دي، انا بقول ان الضحكه دي ساعات بيبقى صاحبها مش قادر يضحك لنفسه بيها. ده حقيقي؟ اه ده حقيقي. انت طول الوقت بتبقي عاوزه تضحكي الناس بس ساعات ما بتبقيش قادره انت تضحكي من جواكي. ده حقيقي. وساعات من كتر ما الناس خدوا عنك الانطباع ده خلاص انت اتحطيتي في القالب ده. زي مثلا ما ممثل يقول لك انا اتحطيت في القالب الكوميدي، ساعات الحياه بتحطنا في قالب ما بنعرفش نخرج نفسنا منه. يعني ساعات الناس خلاص هم متعودين. يعني انا لو في يوم مثلا سرحت مثلا وانا ماشيه، انا مره سرحت في العربيه كنت بفكر في موضوع مهم، فلقيت ناس كده معديين جنبي فوقفني قال لي انت ما ينفعش تزعلي، وانا كنت بجد مش زعلانه بس انا كنت مركزه في حاجه. فعارفه فاللي هو انت بقيتي حتى مجبره محمد منير. طيب ايه اكتر حاجه ممكن تزعل بعد الوحده؟ لا مش هعرف اقولها عشان لو قلتها يعني مش هينفع. ليه؟ لا بس بخاف من الموت يعني. كلنا بنخاف من الموت. مش انا انا عادي. بس يعني تخافي ان حد قريب ليكي تفتقديه؟ يعني دي حاجه ما اقدرش اتحمل. ويعني سبحان الله دايما بقعد لما بشوف مثلا حاله وفاه بقعد اعيط قوي من قلبي على الناس، فمامتي تقعد تقول لي ربنا بينزل المصيبه ومعاها الصبر بتاعها. فانا ببقى قاعده اقول ازاي الناس هيعملوا ايه يعني. اللي فقدوا حد ده ازاي هيكملوا من غيره؟ بيبقى الموضوع بالنسبه لي صعب. بس يعني ربنا يا رب ما يكتبها على حد، وربنا يخلي كل حد حبايب. هنروح لفقرة تانية. يلا.